البرلمان التونسي من تونس، مراسلة الغد نجلاء بوخريس. إذا نجلاء، ماذا عن الكتل السياسية والأحزاب التي طلبها الرئيس التونسي قيس سعيد لمده من قبل الغنوشي؟ هل ستكون نهائية أم الرئيس له الحق في التعديل وفي أيضا في التجديد منها؟ نعم وائل، وفق الفصل 89 من دستور البلاد بدأت مهلة العشرة أيام التي يحددها كما قلت الدستور لاختيار شخصية طبعا من قبل الرئيس التونسي بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الموجودة في مجلس نواب الشعب. طبعا هذه الكتل وهذه الأحزاب من البرلمان وخارجه ستتقدم إلى الرئيس التونسي بمقترحات لأسماء شخصيات سياسية ربما أو رجال اقتصاد أو ما شابه، وطبعا الرئيس التونسي يحق له وفق صلاحياته اختيار من بين هذه المقترحات أو من خارجها من يراه مناسبا لترأس الحكومة المقبلة، ومن ثم طبعا تمر هذه التشكيلة الحكومية التي سيختارها الرئيس المقبل للحكومة على البرلمان التونسي، وستحظى بالثقة ب 109 من الأصوات، أو ربما إذا لم تحظى بثقة البرلمان فإنه لرئيس الجمهورية الحق في حل هذا البرلمان وبالتالي الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا السيناريو في الحقيقة يستبعد اليوم في ظل حالة الاحتقان وحالة المخاوف التي تهيمن على الطبقة السياسية من حل البرلمان. إذن في الحقيقة الأحداث السياسية تتسارع تقريبا كل يوم، تصريحات جديدة، اتهامات جديدة بين الكتل البرلمانية. هناك اليوم أكثر من يعني عائلة سياسية داخل البرلمان تتنافس فيما بينها، الحزب الحر الدستوري من جهة، النهضة وحلفائها من جهة أخرى، والعائلة التقدمية الوسطية من جهة ثالثة. نعم وائل، شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلة الغد، كنت معنا من أمام مقر البرلمان.